بسم الله الرحمن الرحيم. تشرفت هذا اليوم وبدعوة وتنسيق من الإعلامي المتألق وجه المدينة الإعلامي المضيء الأستاذ وائل محمود رفيق بالمشاركة في برنامج سيرة طيبة، والذي يهتم بالمعالم التاريخية وفي مقدمتها المساجد في المدينة المنورة. هنا كل الشكر والتقدير للأستاذ وائل على جهوده وحضوره، وتهنئة له ولوالده على هذه الشخصية الإعلامية والتي تعكس التربية الطيبة، وهذه تربية الأستاذ محمود رفيق حفظه الله، وكما تعكس أيضا مهارات أبناء المدينة المنورة والذين يتحدثون اليوم عن المدينة المنورة ويقدمونها للعالم أجمع. حقيقة نحن سعيدين بكم يا دكتور في ظهوركم الفخم في برنامج سيرة طيبة الجزء الثاني. هذا البرنامج والذي الحمد لله وصل أصداؤه إلى خارج المملكة العربية السعودية، بالأمس التقيت بمجموعة من الحجاج ومن الزوار يتحدثوا عن مدى انتشار البرنامج، وبإذن الله هناك فكرة استراتيجية لترجمة البرنامج إلى اللغة العربية، اللغة الإنجليزية والفرنسية والملاوي وكل لغة يصل من خلالها هذا الشرف الكبير مساجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة والثابتة والمأثورة عن الرسول صلى الله عليه وسلم بدون إفراط أو تفريط. بارك الله فيكم يا دكتور، وإن شاء الله تعالى نلتقي دائما على دروب الخير إن شاء الله.